اللقاءات كان لي الشرف صباحة اليوم أن التقيت بما يطلب الأول برئيس المؤسسة الدبلوماسية مصحوبا بمجموعة من السفراء والدبلوماسيين الذين حلوا بقصر العدالة بمحكمة سيناء بالعيون، وقد كانت فرصة واتية للترحيب بهؤلاء ولإبراز المسار الحقوقي بهذه الأقاليم من المكان المغربي. استعرضت أيضا بالدرس والتحليل مرتكزات ورش إصلاح منظومة العدالة وما وصلنا إليه من تحديث ومحكمة رقمية. أيضا أطلعت هؤلاء على تاريخ القضاء للأقاليم الجنوبية باعتباره يجسد أحد مقومات السيادة. لم تفوتني الفرصة أيضا أن من خلال مداخلتي أن استعرضت الوضع المتميز لمحكمة الاستئناف بالعيون من خلال الاعتماد المقاربة هي خلية حقوق الإنسان بالاستماع لشكاوى وتظلمات المرتفقين وإنجاز الأبحاث بخصوصها داخل أجل معقول. أيضا تناولت ما يخص مجالات التعاون القضائي في المادة الجرية في إطار مصادر التسليم والإنابات القضائية، وكانت أيضا الفرصة مواتية لاستعراض النموذج الحقوقي بهذه الأقاليم الذي أعطى من خلاله سيدنا المنصور بالله النموذج على ضرورة الانخراط في مجال التنمية، ولعل زيارته المتكررة وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي في تزامن مع اللقاء له أكثر من دلالة. أشكركم على حسن الاستماع.